مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية. ميزة جديدة وصلت لهواتف الآيفون موجودة في هواتف الأندرويد، وهي ميزة التعرف على الموسيقى عن طريق الدندنة. يعني أنت أي موسيقى تعجبك فقط ما تتذكرها تتذكر اللحن، الدندن بي راح تصفح جوجل يوجد لك إياها عن طريق الذكاء الاصطناعي. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة تفعلون الجرس لايك للفيديو. خلي أدخل من داخل المتصفح حتى نشاهد الميزة. راح ندخل على متصفح جوجل وندخل هنا على البحث. راح تظهر عندك هنا تظهر هنا وبالأسفل التعرف على الموسيقى على عنوان أغنية. فهنا تدخل هنا مثل ما تشاهدون، فقط أنت شغل أغنية أو غنيها أو دندنها. فأنت أي أغنية حاول فقط تدندنها، يعني اللحن فقط تذكره، راح تشوف أنه راح ياخذك على الأغنية. أنا جربتها بس بسبب حقوق الطبع والنشر للأسف أنا يعني ما قدرت، لأنه هنا ممنوع مثل ما تعرفون باليوتيوب. فمثل ما شاهدتوا أنه موجود الأغنية، تقدر تعيد المحاولة وتخلي اللحن دندنة وراح يوجدها مباشرة. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديت، وطالب لا تنسوا بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة.